الفقرة الطيبة، الفقرة اللي بحس فيها كده ان ربنا سبحانه وتعالى بينزل علينا رحمات، لاننا بنتكلم في الله وفي تعاليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بيشرفني وبيسعدني ان يكون معايا دكتور مصطفى العكريشي من مؤسسة نبض الحياة، اللي دايما كده مشرفينا باساتذتنا وعلمائنا اللي بيجوا يباركونا بوجودهم. الله يبارك في خاطرك، كل لحظة حضرتك طيبة. حضراتكم معودين ان احنا في الفقره دي بالذات بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه حضرتك والسلام. اقول الحمد لله الرحيم الرحمن، الحسنات عنده بعشر امثالها ويزيدها بلا عدد ولا حسبان، يا رب. والسيئه عنده بمثلها ومصيرها الى العفو والغفران، يا رب. وباب التوبه مفتوح الى اخر الزمان، ومن اجل عباده سمى نفسه الرحمن، يا رب. والصلاه والسلام على النبي العدنان، حبيب الكريم المنان، رسول الله يا نعم المرجى ويا نعم المؤمل يا مؤيد، عليك حبيب رب العرش صلى كذا الأملاك صلوا على محمد. ويوم الحشر ملجى الخلق طرا، جميع الخلق تأتي إلى محمد، شفيع الخلق مقبول مشفع، ويوم الحشر شافعنا محمد. وفي التوراة والإنجيل يتلى ثناء الله جاء على محمد، كذا القرآن فيه ثناء ربي على المبعوث سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله، صلى الله على حضرتك. كنت أنا وحضرتك بنتكلم كده من ثواني في فكرة الدعاء. نعم. لما أكون في شدة أو في ضيقة وأعرف إن في حد مستجاب الدعاء، فبقول له النبي ادعي لي. الله. أجري على والدتي وأنا في شدة أقول لها والنبي ادعي لي. في ناس دعواتهم يعني بنحس انها دعوات مستجابة. الله. وناس يمكن يعني لما تشوفهم بالعين كده بتاعتنا المجردة، يعني يعني تقول يعني يعني ربنا هيستجيب للناس البسيطة دي. أيوة. فسبحان الله يطلعوا دول اللي اقرب لربنا من اي حد تاني. طبعا. طيب اراضي الناس ازاي اللي دعواتهم مستجابة، علشان لما يدعولي يعني يبقى هو ده المراد اتحقق زي ما بيقولوا. جميل جدا. طيب انت دلوقتي حضرتك بتقولي دلوقتي ايه؟ انا عايز اراضي الناس. انا بقول اراضيهم فاراضيهم، اراضيهم فاراضيهم فاراضيهم، اروح لهم انا لحد عندهم. اراضيهم في اراضيهم في مكانهم، اروح لهم لحد عندهم، اسعى لهم. أيه. مش في عندنا في الاسلام حاجه اسمها السعي؟ امشي واروح واجري والكلام ده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران ايه بقى؟ في سوره الاسراء يقول ومن اراد الاخره، اللي عاوز الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. وسعى لها ايه؟ سعيها. يعني اذا ما قالش وسعى لها سعي، وما قالش وسعى لها سعيا. قال لك لا، وسعى لها سعيها. يعني اذا الاخره لها سعي، يعني لها سعي يخصها ولها. أيوة. طريقه سعي مختلفه عن السعي اللي احنا فاهمينه. أيوة. بتاع الاكل العيش الله يفتح عليك. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. مالهم يا رب دول؟ اللي عاوز الاخره يا رب، واللي سعى يا رب انه يسعد الناس، واللي سعى انه يفرح الناس يا رب، واللي سعى عشان يوصل للاخره يا رب، مالهم دول يا رب؟ بشرني يا رب. يقول فاولئك كان سعيهم مشكورا. هم دول الناس اللي انا بشكرهم. الله اكبر. الله. ربنا بيشكرك. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى بيشكرك. ربنا سبحانه وتعالى بينزل كل يوم ملكين. أيوة. يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا سلفا تلفا. تلفا. أيوة. اللهم اعط منفقا خلفا، واعط ممسكا تلفا. لا، انا عايزك مين اللي بيدعي لك بقى؟ الملائكه. هي اللي بتدعي. طب الملائكه دول ايه وظيفتهم؟ ثانيه واحده. حاضر. حضرتك والله العظيم يعني خلتني في جمل حضرتك بتقولها كده بتخليني اقف عندها. اتفضل. اللهم اعط منفقا خلفا. خلفا يعني اخلف له يا رب اللي انفقه ده. جميل. خير. جميل. واللي يمسك يا رب تلفا، اتلف له حاجه يصرف فيها اللي المفروض كان يطلعه، فلا هيستفيد خالص بحسنات. ايوه. ولا هيستفيد بفلوسه. جميل. اللي ماسكها عن جميل انه يؤديها لاصحابها. ايوه. شوفي بقى، طب مين اللي بيدعي هنا؟ الملائكه. الملائكه هي اللي بتدعي. لا استني بس، ده في عظمه جاي، في عظمه جايه حلوه قوي. ايه هي بقى؟ هم الملائكه دول وظيفتهم ايه عند ربنا؟ عباده الله بس. حلو. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب تاني معلش، لا يعصون الله ايه؟ لله ما لا يعصون الله ما ايه؟ ما امرهم. يعني اذا مين اللي ذكر اسمك؟
وقال لهم يستغفر لك ويدعو يعني لك. ربنا سبحانه وتعالى اللي قال لملائكته الملائكه ايوه ادعوا لعبد فلان لمحمد، ادعي الهدى، ادعي النشوه، ادعي المصطفى، ادعي لده، ادعي لده. هو الامر جاي منين؟ من الله، من الله سبحانه وتعالى. يعني الاذن اهو، الاذن، الله، الاذن جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. بس كل ده ما تعمل ايه؟ لما تسعى، لما تسعى سعي الاخره، لما تسعى الى الله عز وجل، لما تحاول انك تفرح ناس ثانيه. حاول اسعد نفسك. اسعد نفسك ازاي؟ انك تسعد غيرك. ما هو اسعد الناس من اسعد الناس. طيب احنا يعني الحديث مع حضرتك لا يمل منه، الله يكبر والله خطرك. وفيه الله خير وبركه يا رب. بس احنا هنشوف دلوقتي تقرير بعد اذن حضراتكم ونرجع تاني نستكمل كلامنا. اتفضلوا. هو ده يا جماعة اللي نبض الحياة بتعمله في كل ساعة، لا في كل لحظة، بنحاول ان احنا ندخل السرور والسعادة على كل الناس في كل انحاء الجمهورية. النهاردة بالرغم من الحر الشديد وبالرغم من المسافة الطويلة، الا اننا قلنا مش هينفع يفوتنا الانجاز اللي بطعم الاعجاز اللي كل من ساهم فيه وتبرع فيه بفضل الله فاز. الحمد لله الجماعة قالوا لنا ندخل لكم مية وجابوا لي عداد، والحمد لله والله المية دخلت والحمد لله، ربنا يصلح حالكم يا رب وكفوكم شر المرض. كنت بملى المية من القرية وبالفلوس والحمد لله، وانتوا دخلتونا مية والحمد لله. ما كنتش مصدق لحد ما جيتوا ودخلتونا العداد والحمد لله. أنا من على أنا اللي علي المسؤولية، أنا اللي كنت بملى، كنت بملاها بالفلوس بالتوك توك بتريسيكل بأي حال. نبض الحياة وعدونا وصدقوا والحمد لله، دخلونا عددهم مية والحمد لله. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى سيبنا بقى كل الأنين وجينا لفرح السنين. النهارده الناس فرحانه، النهارده الناس مبسوطه بفضل الله سبحانه وتعالى وبالعطاء اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم به عليك، واللي انت جدت من خير ربنا على عباده. يعني حاجة تفرح القلب. الحمد لله والله العظيم أنا كده منتشية وفرحانة بفرحة أختي الطيبة اللي كانت معانا دلوقتي. يعني شوف البساطة، هي مش عايزة حاجة غير شوية المية النظيفة اللي هتاكل بيهم وتشرب بيهم، اللي انتوا بفضل الله طبعا وحضراتكم السادة الأفاضل المحسنين اللي يعني المتقين ساعدوا إخواتنا في قرية الجمهورية. هو فاضل 100 وصلة، 100 وصلة، والوصلة ب 3000 جنيه يبقى 300000 جنيه إن شاء الله. مش كتير والله، مش كتير أبدا، وحياة ربنا باصتين قوي قوي على كرم أي حد. 300000 يعني لو 300 واحد أيوة. كل واحد طلع دلوقتي 1000 جنيه حالا في الساعة دي، أيوة، والألف جنيه دي هتحمي بيتك وولادك وصحتك وتغير الأقدار بإذن الله الشر منها يعني يا رب. ألف جنيه بس من كل أسرة، والأسرة لو فيها مثلا يعني 10 أفراد كم جنيه والله العظيم 3 يا بلاش. أنا نفسي بقى تيجي معانا وكل السادة المشاهدين يجوا معانا ويسمعوا الدعوات الجميلة. استنى بقى ثانية واحدة، حاضر. سؤالي
اتفضلي. لو حد دلوقتي من الناس اصلا برضو تفرح القلب، ايوه، ان انا اروح كده بنفسي، تمام، اشوف يوم اليوم اللي الميت واصله دول بيتعملوا فيه، مفيش ادنى مشكله. هل ممكن حد من اخواتنا اللي هيتبرعوا مثلا يقول لحضرتك ممكن يوم ما انتوا رايحين، ايوه، اعمل رحله انا وولادي، حتى ايوه لو حتى لو اطفال لو شباب، مفيش ادنى مشكله، عشان يشوفوا بنفسهم، أيوة، الخير اللي عملوه ونتائج الخير اللي عملوه ان شاء الله. هل ممكن يجوا معاكم؟ طبعا طبعا طبعا، في اليوم المحدد للحفر، مفيش او مشكله، مفيش مشكله خالص، تمام، مفيش مشكله، ويجي يشوف بعينيه ويروح يدفع بايديه. لا يجي مش يشوف، لا عادي والله، يجي يشوف بعينيه ويروح يدفع بايديه. اصل انا ماشي هدفع بايدي، انا هدفع 7، لكن انت حضرتك لا، ده ممكن كمان. استاذ نشوى بنعمل ايه؟ بنقول للشيخ علاء هناك روح معاه، الشيخ علاء المندوب بتاعنا، نروح معاه. اهم حاجه ان مصلحتي نزلت تقضي بفضل الله، وان الميه اللي هي الحلم الجميل بتاعهم يخش بيتهم كده. انا نفسي بقى حضرتك واستاذ المشاهدين كانوا يسمعوا الدعاء الجميل بتاع ساداتنا دول، وامهاتنا دول. انت بتقول ساداتنا؟ دول اسيادنا، والله، لان احنا اللي في احتياج ليهم، اقسم بالله. والله والله تسمع الدعاء، انت لازم تعيطي. شوف اما احدى ساداتنا دول تقول ايه، روح، انا هقلدها كده، روح اللي هيجعل في وشك جمال سيدنا يوسف، الله اكبر، ويجعل في قلبك حكمه سيدنا لقمان، يا رب، شوف الجمال بقى، ويصبرك بصبر سيدنا ايوب، ويخليك كده يعني في اخلاق سيدنا النبي، يا عليه الصلاه والسلام، شوف بالبلد بتاعها ده بقى، شوف 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 الجمال بقى كله بقى، جمال سيدنا يوسف وحكمه سيدنا لقمان وصبر سيدنا ايوب واخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدعوات الجميله دي، يعني الناس دي اتعلموا فين؟ والله انا بقيت واقف كده اتسمرت. هي سادتنا دول اتعلموا فين الدعوات الجميله دي اللي بيدعوها لربنا؟ وان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما تنصرون وترزقون بضعفائكم، ترزقون، والدعوه بظاهر الغيب مستجابه. الدعوه بظاهر الغيب مستجابه، ان هو هيدعي لك وهو ما يعرفكش. هيدعي لك وما يعرفش مين اللي وصل له الوصله دي. دي مستجابه عند ربنا سبحانه وتعالى. ده اما دلوقتي يقوم يعمل لقمه كده جميله كده، يقوم يتوضى يا سلام لله سبحانه وتعالى، ويقبل على ربنا سبحانه وتعالى بكليته كده، يقوم يشرب، ويصلي، يشرب شويه ميه جميله، ويصلي كده، ويجي عليه الليل، وفي الليل يخلو كل حبيب بحبيبه، وهؤلاء يخلون بالله ونعم بالله، يقوم يتوضى ويقول لك انا بنصلي ربنا ركعتين بالليل كده قبل الفجر، في الثلث الاخير من الليل اللي هو وقت استجابه الدعاء، ويدعو ربنا، ايه يا رب؟ يا رب يا رب اللي ريحنا ريح قلبه، يا رب يا رب ارزق اللي ريحنا راحة البال، يا رب بارك له في اولاده، يا رب بارك له في رزقه، يا رب ابعد عنه كل مرض وكل شر. دعوات جميله، وبيختاروا اوقات جميله من قلوب صافيه ورائعه، قلوب والله العظيم نقيه، قلوب كلها رضا بحياتهم، كلها رضا بعيشتهم، كلها رضا بعطاء ربنا سبحانه وتعالى لهم. الناس ما بتتمناش حاجه كبيره ابدا، والله كان حلم بالنسبه لهم دخول وصله ميه البيت، والنهارده ده بس، مش عايزين اكتر من كده. بتقول لك الحمد لله، وبتقول لك انا ما ارضاش. ما ارضاش ازاي؟ ده نعمه من ربنا كبيره قوي، انا لو قعدت احمد ربنا عليها لحد ما اموت والله ما اوفي نعمته. سبحان الله، شوف الجمال. طب عارف حتى لو ما دعوش للمتبرعين، تمام، انك تكون سبب ان حد يذكر الله ويحمده، أيوة، الله، يعني ما بقى انا سبب ان انت تصلي، ايوه، فانا عايز ايه اكتر من كده؟ انك تقول الحمد لله، وابقى انا السبب في انك بتقول الحمد لله، الله، بس خلاص، الله، يعني ربنا اجرى الخير على ايه؟ على ايدك يا سبحان ربنا الله. سبحانه وتعالى اختارك واختصك، وان الله اذا احب عبدا عسله، عسله، خلاه عسل، خلاه جميل، يعني دي روايه صحيحه، وان الله اذا احب عبدا استعمله، استعمله وعسله. عسلك ازاي؟ خلى حياتك كلها جميله، اختصك لقضاء حوائج غيرك، ربنا سبحانه وتعالى يعني اصطفاك وقال لا ده هو من عبادي، هو ده اللي اخترته ووفقته لفعل الخير. يا رب يوفقنا كلنا يا رب فعل الخير يا رب. بعد اذن حضرتك هنشوف برضو تقرير تاني عشان ننبسط ونفرح بالناس اللي فرحانين دول، وربنا يفرحكم. ونكمل زي الميت يا رب، نكمل الميت وصله يا رب، يا رب، اللهم امين. اتفضلوا اتفضلوا نشوف تقرير. أنا بشكر مؤسسة نبض الحياة والشكر لربنا سبحانه الله وتعالى، وأحسن مؤسسة فعلا صدقت معنا هنا وصدقت مع العالم كله باللسق في الخشب وعدادات المية، وبشكرها من الأرض للسماء. وصراحة ما قصروش معانا في أي حاجة، مؤسسة نبض الحياة بقت مركبة دلوقتي
حوالي 200 وصله عندنا هنا في قريه الجمهوريه والعشش البحريه. احنا هنا قريه الجمهوريه مركز طمية الفيوم. احنا النهاردة جت لنا الجمعية الخيرية وصلت لنا المية والحمد لله الحال اتغير والدنيا بقت احسن وما عادش بنملى مية من عند جيراننا ولا عاد بنملى بنبعت الولاد يملوا مية والحمد لله ربنا يجازيهم خير يا رب. كنت واثقة ان اهل الخير هيستجابوا لينا والحمد لله وصلوا لنا وصلة المية وربنا يجازيهم كل خير. اكيد الحال هيبقى احسن بكتير من الاول. المية هتبقى في البيت، المية دي حياة الإنسان من غيرها ما يقدرش يعيش ولا الإنسان ولا الطير ولا الحيوان، فالحمد لله دي المية أساس الحياة، فبنشكر أهل الخير إن هم وصلوا لنا وصلة المية دي. مؤسسة نبض الحياة جات لنا وصدقت معانا وصلت لنا وصلة المية. وأنا بشكر الأساتذة المفضلين اللي هم بتبع مؤسسة نبض الحياة بفضل الشكر والجميل واللي عملوه معانا، لان صراحة اول مؤسسة نفض الحياة تزدق معانا هنا في الجمهورية وفي العشش البحرية بوصلات المية. ايه الجمال ده وايه فرحة الناس الطيبين دي، وفاضل لنا 300 وصله، يعني 300 فاضل 100 وصله سوري 100 وصله ب 300,000 جنيه، يعني لو كل واحد اتبرع ب 1000 جنيه 300، احنا عايزين 300 بني ادم بس يتبرعوا والناس تفرح والبيوت يعني تنشرح والناس تستفيد بالميه وتشرب وتصلي وتاكل وتحقق لهم امالهم. يعني واحد يستقل لاي حاجه، ما حدش يستقل اللي في ايديه. انت حضرتك قلت 100 جنيه، ما هو 100 على 100 على 100 هتعمل وصله ب 3000 جنيه. ما انا بقول لو لو الاسره لو فيها 10 افراد يعني ابن خالتي قالوا اديني 100 جنيه وبنت عمي 100 جنيه، ادي 1000 جنيه ادي فاضل 299,000 جنيه. الله اكبر. ومين بقى يمكن يعني يكون في حد كده من المحسنين اللي ربنا انعم عليهم يجي يقول لك 300,000 جنيه ايه؟ ده انا عملت فرح ابني ب 700,000 جنيه. أيوة. هدفع 300 علشان ربنا يحفظ لي ولادي ويحفظ لي صحتي ويحفظ لي مالي ويحفظ لي رزقي ويحفظ لي يعني املاكي. طبعا لازم اتقرب لربنا سبحانه وتعالى بشيء جميل. شفت في التقرير معقوله نلاقي واحد بس ان شاء الله النهارده كده يفرحنا ان شاء الله في حد. اقول لحضرتك يا حاجه رب. الخير في وفي امتي الى يوم القيامه، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والمحسنين كتير زي ما انت بتقولي، واملك في الله كبير واملك ان ربنا هيكبر خاطرك. وحد هيتصل دلوقتي ويقول يا جماعه انا ال100 وصله دول عندنا بتوع انا ما حدش يشاركني فيهم ابدا، ال100 وصله دول انا هاجي اوصلهم واجيب عيلتي زي ما حضرتك قلت كده، واجيب عيلتي واجي واقف يوم ما بتخش العدادات البيوت. ياه، يوم سعاده ويوم فرح ويوم سرور. شفتي ستنا اللي في قلب التقرير دي اللي بتقول لك الحمد لله ما بقتش اخبط على الجيران؟ خلاص وشي الحمد لله خلاص بقى مزله بقى مزله. فنلاقي ده في صوره الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. اللي اتبرع للناس دي بوصلة ميه كتب عند الله من الابرار. يا رب. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. النضرة اللي هو الجمال. طب ربنا هيديني جمال في الوجه ليه؟ لاني وقيت وجوه الناس عن مزلة السؤال. يا سبحان الله. مش بس كده، نضرة وايه؟ وسرورة. النضرة دي فين؟ في الوجه. في الوجه. طب والسرور فين؟ في القلب. في القلب. يبقى انت جمعت كام كده؟ كام جمال؟ الله. اثنين جمال والله محسوس وجمال داخلي معنوي من عند ربنا سبحانه وتعالى، لانك وقيت وجوه الناس مزلة السؤال انه يخبط على ده او ده او ده او ده. اخواتنا المدارس على الابواب وكلنا بندفع لاولادنا يعني ما شاء الله شيء وشويات، ما فيهاش حاجة لو مثلا مصاريف مدرسة ابنك 20,000 1000 جنيه زياده هتحافظ لك على ابنك ان شاء الله مدى الحياه، وفي ناس تدفع يعني مصاريف ارقام فوق ال 100,000 ف 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 3000 ثمن واصله يعني، وتقول في نيتي يا رب الوصله دي عشان ربنا يحفظ لي ابني او ربنا يحفظ لي بنتي ويفهمه او ربنا ويفهم ابنه طبعا يفهم ابني. لا والله انا لو زرعت في ابني حب الخير للي ما اعرفوش ايوه هكبر انا في كبري هيبقى فيه خير. الله الله الله. للاسف الفقره خلصت.
يعني الوقت معاك تخلص بسرعه. والله يا فندم والله حضرتك والله ربنا يجعل ربنا فيكم القبول يا رب. امين يا رب. سامحوني للاسف الحلقه خلصت، واستنونا دايما مع بنت البلد على صدى البلد 2 من 5 ل 6. السلام عليكم.